الدنيا تطور بعالي، مش هكا باش نهزموا الغاز والحارس، مش هكا نفوضوا في كوب دي موند في مباراه كاس عالم. تصويبة في الجنسات رغم انه كان في موقع ممتاز لكن مشات بعيده على المرمى، مشات بعيده على مرمى الحارس رايان ماتيو. نلعبوا بالضبط في 60 اتكال او 61 بالضبط، ودائما هو حساس لمنتخب استراليا. وتغيير مستمر ايضا في تشكيله المنتخب الاسترالي بعد شويه. الكره تتنفذ للمنتخب الاسترالي في مناطق المنتخب الوطني التونسي. يمشي على الكره منتصر التالبي، ياخذ كره منتصر التالبي، التالبي التالبي للمنتخب التونسي تعود بتماس. التماس علي العافية على الجهه اليسرى بالطبيعه ويمشي يلعب على تماس، يلعب كره مع منتصر التالبي الى ياسين مرياح. يمشي مرياح يقدم ياخذ كورته، مرياح يضغطوا عليه لاعبين المنتخب الاسترالي. ياسين يقوم ويتف مبدل المكان لانه الجمهور كله تقريبا واقف، ولا نعلق من وسط الجمهور. تعود الى الكره حاليا قبل المباراه يرجع فيها المنتخب الوطني التونسي. ارجع لحارس المرمى الحارس الريالي خرج من الكره في وسط المنتخب الوطني التونسي. يتدخل علي العافي، العافي يعمل المراوغه ما ينجحش، ترجع الكره للمنتخب التونسي بتماس، تماس المنتخب الوطني التونسي، تماس التونسي والنتيجه الاستراليه الى حد الان 1-0. يرجع الكره لصالح المنتخب الوطني التونسي. يمشي في دائره وسط الميدان ياسين مرياح، ياسين مرياح يمشي مرياح يلعب كره مع فرجاني ساسي، يضيعها فرجاني ساسي وترجع كره استراليه مره اخرى، يضيعها المنتخب الاسترالي ويفوز المنتخب التونسي الى ياسين مرياح لديلان براور. يمشي مع نعيم السليتي، استعمل يا سليتي، استعمل يا سليتي ما تعداش نعيم السليتي بالكره الاخيره ثالثه استراليه. الضغط على حارس المرمى رايان ماتيو، امشي اسباني اضغط عليه. طويله كره الاسباني في مناطق المنتخب الاسترالي. الكرة يا اخو علي الخيري يربح المخالفة، يربح المخالفة من تعرف علاش ما خرجش من براد الحكم الالماني دانييل سيبير. قلنا انه حكم على الاقل حازم ويخرج الانذارات ويعطي ممكن في كل مباراة اكثر من خمسة ستة انذارات، لكن الى حد الان ما شفنا شيء، فقط اعطى الانذار ضد المنتخب التونسي لعيسى العيدوني. يخرج ريلي مارغريف من جانب المنتخب الوطني التونسي. مكانه ضد اللاعبية في الحقيقة يخرجوا اللي هو صاحب الهدف، أيضا يدخل روشتيك وأيضا ماكليرن. مع بروموسبور شبكة سبيسيال المونديال، بروموسبور المشجع الرسمي للمنتخب التونسي. حظ موفق لنسور قرطاج. بكل ما استنيناها بالفرحة والدمعة شجعنا، والقدر وفرناها. البريد التونسي يشجع المنتخب والمحب في كأس العالم 2022، وبكل ما صوت واحد يلا يا الأولاد شرفوا الراية والبلاد. إشهار والمباراة في مخالفة حاليا للمنتخب الاسترالي وحصول علي العادي على الانذار الثاني بعد ما كان عيسى العيدوني تحصل على الانذار الاول في المباراة ضد انذارات المنتخب التونسي. 1-0 للمنتخب الاسترالي في توقيت 65 اتكلاف في المباراة. التغييرات يقوم بها مدرب المنتخب الاسترالي، يخرج ريني ماجري وايضا ميتشيل جوك صاحب الهدف الوحيد، ودخول جيمس ماكلارين لاعب ملبورن سيتي، وايضا اتجاو روستيك لاعب لاس فيرونا الايطالي. الكره باش ترجع للمنتخب التونسي. التماس وهبي الخضري بعد شويه باش يكون في التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني التونسي. هذه كره مقطوعه دائما لصالح منتخب استراليا في ثمان ضيع الكره ويقوى فرجاني السيتي. ما فماش المخالفه، يمشي نعيم السيتي، يلا يا سيتي يخرج لك عيسان، يخرج لك شبالي يا سيتي، يخص الميدان بالعرض، يعطي كره للعيدوني، العيدوني يوسف السيتي في الرواق الايسر، يلا يا يوسف يدخل منطقه الجزاء كره للسيتي، توقع
طوب هون تضرب في الدفاع، تضرب في الدفاع متمكن ضربة الجزاء حسب إشارة الحكم، ولكن ترجع دائما تونسية. يوسف لمسكني للجهة اللي يطرق الموجود العيدوني، يوزع داخل منطقة الجزاء، يتيح وجود الرياضية المطالبة بضربة جزاء، المطالبة بضربة جزاء، ولكن الحكم الألماني يقول يتوصل اللاعب. أستضر دخول بعد قليل لوهبي الخضري. هذا يرجع للكورة لصالح المنتخب الأسترالي، يمشي في محور الدفاع دائما لكيرول، كيرول في حارس المرمى، ريان ماتيو دائما الكورة أسترالية، يلعب الكرات الكثيرة، الضغط للمنتخب الوطني السعودي في المناطق الهجومية، يرفع الكورة طويلة يدخل ياسين الرياح، تتمشى المخالفة، يمشي لعيسى العيدوني ليوسف لمساكي، يمشي لمساكي العاطي في الرياضة الأيسر داخل منطقة الجزاء، عصام الجبالي أطول الكورة من عصام تمشي 6 أمتار لصالح المنتخب الأسترالي والكورة وتعويض حاليا، التعويض في تشكيلة المنتخب الوطني التركي. يخرج عيسى العيدوني، يدخل وهبي الخضري، يخرج العيدوني يدخل الخضري، أكثر نطاق هجومي للمنتخب الوطني التركي في دخول الخضري أكيد. ويغادر عيسى العيدوني، سالة تتحسن الأمور، سالة نوت أكثر في مرمى حارس الأسترالي. تمشي كورة طويلة في مناطق المنتخب الوطني التركي، ثم المخالفة للمنتخب الوطني التركي قريبة من دائرة وسط الميدان، ونحن نلعب في 68 دقيقة لعب. عيسى العيدوني يغادر، يمشي من أمام الجماهير وتفاعل مع الجماهير التونسية وراء مرمى الحارس مريان. عودة للكرة حاليا لياسر الصقيري، كرة لوهبي الخضري في أول لمس ليوسف لمساكني، تطويلة كرة لمساكني يبدل كرة الثلاثي في الرواق الأيمن والتماس، يربح التماس المنتخب الوطني التونسي. لصالح المنتخب الوطني التونسي، الياس الخيري وابي الخضري، استعمل الخضري، يرجع للخلف وابي الخضري، باتجاه ياسين مرياح، يمشي مرياح، يوزع كرة طويلة لعلي العاطي في منطقة الجزاء، يخش العرض لعصام الشبالي، خطيرة نسيمة، كرة لعصام الشبالي، كاس يستغلها ولكن الراية موجودة، والتسلل ضد عصام الجبالي، كانت كرة داخل منطقة الجزاء لكن الراية موجودة، والتسلل ضد المنتخب التركي. تلعب حاليا دائما ب1-0 المنتخب الاسترالي، الكرة الأخيرة الاسترالية تتنفذ طويلة في مناطق المنتخب التركي. يمشي الديلان يرجع الكرة يعني العاطي طويلة، كورتو العاطي يرجع مرة أخرى بالراس، ياخو ياشا الخضري ترجع الكرة أسترالية، أرجع لصالح المنتخب الأسترالي في مناطق المنتخب الوطني التونسي. يتعدى لاعب رقم 10 للخلف في هذا الشوط الثاني، أجدن روسيك حاول يتعدى ولكن ما تمش المخالفة، ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي. إلى ياسين مرياح لن يسد الصقيري طويلة، كورته في اتجاه يوسف المساكني، يرجع بالخلف كورة لعلي العابدي شو يعمل بالكورة، ملقاش الحلول مع استفادة جمهور المنتخب الوطني التونسي. نتدخل ياسين مرياح مخطى كورة يرجع ويقوها نعيم سكيتي لوهبي الخضري، حاول يخرج الكرة ولكن ترجع مرة أخرى للفرجاني ساسي ايش يعمل بالكرة، فرجاني ساسي للخلف باتجاه ياسين مرياح يمشي بالكرة، ياسين مرياح ارجع دائما لصالح المنتخب الوطني التونسي في وسط الميدان. إلى ياسين مرياح يخرج للخضري، لا يلعب الكرة للخلف لفرجاني ساسي للياسر الصقيري،
الياس على الصغيري قاعدين ندوروا في الكرة ولكن من غير الوصول للمناطق المنتخبة الأسترالي مقطوع على الكرة لأسترالي ليعكس الهجمة والضغط من فرجاني ياساسي يلا يا فرجاني اضغط اضغط على اللعب يلعب كرة طويلة على استقبال من ياسين مرياح كنترول بالزر كرة لديلان براون ديلان يتباطع ديلان فتكتعل الكرة ترجع للمنتخب الوطني الأسترالي ما يخوش وهبي الخضري ما تمشي المخالفة والكرة دائما أسترالية حاضر يعرف ما ديك المنطقة الجرفة للمنتخب الأسترالي تعدد سلامات الكرة الأخيرة تعدد سلامات على دفاع المنتخب الوطني التونسي توزيعة من جهة مسار من تشيرت ماكلرين وماتشوليتشي تقريبا بمفرد ورمى لورمى كانت بانطلاقية يسجل الثاني لولا أن الكرة كانت أسبق منه تعود الكرة حاليا للمنتخب الوطني التونسي في وسط الميدان نعيم الفليتي الفليتي كرة مع ياسين مرياح يلعب الكرة مع ديلان براون ديلان إلى فرجاني ساسي فرجاني ساسي نعيم الفليتي يخرج لكم تكنيا نعيم داخل منطقة الجزاء والمطلوب والحدث لفرقة المنتخب التونسي التوزيع داخل منطقة الجزاء وين الرأسية ضاعت على المنتخب التونسي تصدي أول كان من الحارس لكرة يوسف رنتيكي ثم لعب الكرة بسرعة بدأت المنتخب الوطني التونسي بدأت يوسف رنتيكي في الرياضة الأيسر رنتيكي في الرياضة الأيسر يبحث عن التصويب يفتح الزاوية صوب يا يوسف في دين الحارس راير ماكيو اتفاق ليوسف للتكني في الرياضة الأيسر في الحقيقة ولكن إلى حد الآن ما زالت تنقص اللمسة الأخيرة وحصل الكرة في الكبكة نبحث عن التعادل نستنى هدف التعادل وذو التغييرات قادمة طه ياسين الخنيسي باش يكون موجود وجدي كشريدة باش يدخلوا في المباراة ممكن الخنيسي مكان الجبالي وأيضا كشريدة مكان ديلان براون على الجهة اليمنى كظهير أيمن مختص نعود للكرة حاليا للمنتخب الأسترالي التماس قبلها تم التغيير وإلا لا يقول أن حكم تم التغيير حاليا يخرج إذا عصام الجبالي وديلان براون كيف ما قلت ويخرج طه ياسين الخنيسي ووجدي كشريدة تغيير ثالث للمنتخب الوطني التونسي بعد ما دخل فرجاني ساسي مع بداية الفترة الثانية مكان دراجر والكرة حاليا دائما لصالح المنتخب الاسترالي في رمية التماس التماس لاستراليا اتنفذ التماس طويل داخل منطقة الجزاء علي العاطي رجع الكرة بالراس على مستوى منطقة الجزاء التصويبة خطيرة على المرمى خطيرة على مرمى المنتخب الوطني التونسي التصويبة الأخيرة على الطاير كيف ما جات من هاري شوتشر كانت يضعف النتيجة لولا أن كورته مشات فوق المرمى بقليل عودة اللعب للمنتخب الوطني التونسي يوسف لمتكني يلعب الكورة لصالح المنتخب التونسي طويلة من مرياح إلى وجدي كشريدة يلا يا كشريدة يوزع يربح التماس وجدي كشريدة يلعب بسرعة مع نعيم الفليتي يلعب يا كشريدة قدامك الفليتي يرجع للخلف الموجود ياسين مرياح نعيم الفليتي يعمل المراوغة على مستوى منطقة الجزاء توزيع داخل منطقة الجزاء تعديت الكورة كانت ماشي الراس الخميسي ولكن تدخل الدفاعي في الوقت المناسب خلى الكرة تتعدى وترجع للمنتخب الاسترالي في توقيت 75 دقيقة لعب الكرة للمنتخب الاسترالي رمية التماس انتظر التنفيذ بسرعة الكرة اللي طلب قبل تم التغيير تشكيلة منتخب أستراليا تغيير دفاعي حسب ما نشوف بالنسبة للمنتخب الأسترالي يخرج رقم خمسة يخرج فران كاراتيتش وصلت اللاعب يدخل هو ديجليك يدخل في المرات
روماس او مارتينوس بيروس هو اللي دخل بالتشكيله الاساسيه بالنسبه للمنتخب الاسترالي. تعود هذه الكره حاليا شكون ما يقول الحكم ضربه المقام في المنتخب التونسي. صرفت النقطه بسرعه للمنتخب الوطني التونسي 75 لاعب والحضور الجماهيري بطابق 41,000 و 823 متفرج في ملعب الجنوب. 41,823 اكيد فيهم تقريبا 40,000 تونسي، 41,823. ولكن من التحدي الان التقدم الاسترالي في النتيجه، يضغط لعيبه السيتي بسكيمته موجوده في هذا الشوط الثاني. ان شاء الله ترجع الامور النسابه، ان شاء الله المنتخب التركي يوصل لتعديل النتيجه. جبت الفرص ولكن الى حد الان ما كانش موجود معنا الحظ، ان شاء الله الحظ الى جانب المنتخب في باقي هذه المباراه. ترجع الكره للحارس ايمن دحمان، ايمن يلعب كره طويله باتجاه يوسف للساكني، تتماشى المخالفه، ترجع لصالح المنتخب الاسترالي اللي يضغط بكره في مناطق المنتخب الوطني التونسي. امشي في وسط الميدان، اضغط يا نعيم، خذ الكره، ترجع استراليا خطيره في الارويه دائما للكره. دائما لصالح المنتخب الاسترالي من جاكسون ايرفين على الرواق الايسر، يخرج ياسين مرياح، يقود كورتك يا مرياح، صحيح مرياح مع وجدي كسريده الى اليسار الصغيري، يمشي وجدي كسريده يحاول يعطي الكره تسويل الجمهور اللي قاعدين احنا لصالح المنتخب التونسي. تمام، وش يقول الحكم؟ يوقف اللعب، الحكم ثم لعب من جانب المنتخب الاسترالي على الأرضية، طبعا لاعب واضح يضيع في الوقت، هو اللاعب رقم 7 ماتيو ليتشي لاعب ميلبورن سيتي. يمشي له الحكم يقول راني وقفت اللعب من أجل العودة في المباراة، أكيد الوقت البديل كله محتسب، وإحنا ما زلنا ننتظر عودة المنتخب الوطني التونسي. طلع الخميسي، ليتي، الخضري، للساكني، ثلاثي رباعي هجومي يقدر يعدل النتيجه. انتظر مازال طارق على ارضيه الميدان، متواجد اللاعب على ارضيه الميدان، يعني الحكم قاعد يتفرج، الحكم الالماني اللي تعرف عليه ما تاخرش لاخراج اللاعب خارج الميدان. اضاعه الوقت من المنتخب الاسترالي من ماتيو ليتشي. و70 دقيقة لعب، بدينا نقربوا من آخر 10 دقائق في المباراة. لازم يرجع المنتخب الوطني لتونسي على الأقل بالتعادل. ننتظر أولى الأهداف في المونديال الحالي بعد